نعود من جديد لقراءة في الأزمة بين أربيل وبغداد، وينضم إلينا مجددا أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري عبر الهاتف من أربيل. أرحب بك من جديد دكتور. كنت تحدثنا قبل قليل عن هذا الجدل بين العبادي وبرزاني حول تسليم النفط في للحكومة المركزية في بغداد، وسألتك إلى ماذا تتجه أو إلى أين تتجه الأمور بين بغداد وأربيل؟ نعم، أنا أعتقد الأمور تتجه نحو الحل وحال رجوع الاثنين إلى العراق وكردستان. أنتظر لقاء الفرق الفنية. أنا شخصيا أتوقع أن يتم إحياء الاتفاق الذي جرى بعد تشكيل حكومة العبادي في خريف 2014، يعني وكما ينص عليه قانون الموازنة. أيضا كردستان تقوم بتصدير 550 ألف برميل نفط يوميا، 600 ألف من آبار كركوك و250 من آبار كردستان، وهذا يتم بعدين يعني طرح جمع للوصول إلى حصة تقديم كردستان من ديانة العراق. معروف أنه في آبار كركوك منذ فتحها من قبل العراق، العراق يكسر يوميا يعني شهريا تقريبا 500 مليون دولار، لأنهم لم يتمكنوا من تصدير النفط، وما جرى التهويل له في الإعلام من إرسالها بشاحنات شيء قليل جدا. لذلك أنا الواقع يعني العملية الواقعية والمنطق يفرض أن رويدا رويدا سيتم نسيان هذا التصعيد وهذه القراءات المتشنجه للدستور والتسليم والاستلام والسيطره، والامور ستتحول رويدا الى امور طبيعيه. انا اتصور هذا هو توقع. نعم، ننتقل لتصريح كان لبارزاني عما وصل إليه شعب كردستان اليوم من قطع أرزاق وتحالفات ضدهم، كان دافعا أساسيا لإجراء الاستفتاء. إلى أي مدى تظن دكتور أن أسباب الاستفتاء انتهت اليوم تمهيدا لإرساء الحل بين بغداد وأربيل؟ أبدا الأسباب لم تنتهي بعد. نحن لم نرى أي شيء من بغداد لحد الآن سوى وعود وسوى آمال ينشرها الناس بعض الذين يؤمنون بالمنطق ويفعلون بالخير. الميزانية لا زالت مفتوعة، المحاولات لتجاوز الدستور لا زالت مستمرة. مع الأسف الشديد منذ 20 سنة كفت وسائل الإعلام العربية والعربية والمحلية والخارجية عن استخدام كلمة شمال العراق. لا زلنا نسأل، وردت في مسودة الدستورية على الميزانية أيضا محافظات شمال العراق. قبل أن أتحدث معكم حتى في تقرير منكم كلمة محافظة شمال العراق وردت، هذه إشارات سهلة بالنسبة لي. الدستور يعرف في كردستان وليس عيبا، ومجرد هذه النغمة التي تشير إلى لغة الحكومة البسيطة يعني الحكومة المركزية التي لا تستيقظ فيها توزيع للسلطات بين الأقاليم. نعم. هذا هو الحقيقة الهاجس الرئيسي لدينا. إذا كانت الضغوط الدولية أو حاجز الطرفين أو أي سبب آخر ستؤجل هذه الأزمة أو تخرجها، هذا لا يعطي أمل لمراقب مثلي بأن يقول أن كل شيء انتهى، لأن الثقافة تنتهي إذا تغير. دكتور، إذا انتقلنا إلى الدور الأمريكي في هذه الأزمة، خاصة بعد لقاءات واتصالات كثيرة جرت بين أربيل وواشنطن، يعني الدور الأمريكي مع الأسف باهت، دور سلبي. انظر ما حدث في سوريا أيضا، يعني الأمريكان يختارون المنطقة، يختارونها قطعة بعد قطعة لأنه سياساتهم وقراءاتهم خاطئة. هم يعلنون ضرورة المحافظة على أقليم قوي والوحدة العراق والتمسك بالدستور، ولكنهم أعتقد فقدوا المبادرة، فقدوا القدرة على أن يغيروا بالأمور وبسياستهم الخاطئة التي كانوا يدعمون فيها المالكي والآن يدعمون العبادي، بتصورهم أن هؤلاء سيحدون من نفوذ إيران في العراق. اتضح أنها خاطئة والنتيجة معاكسة، ولكن يعني
هذا يعطي على الأقل الأمل بأن هذه الضغوط على بغداد ممكن تتوقف. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.